عندنا مشهور طبعا الحديث المشهور حديث الشفاعة اللي هو من أطول أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يسمى حديث الشفاعة، وفيه أن الله عندما يجمع الناس يوم القيامة فيذهبون إلى آدم فيقول يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ألا ترى ما نحن فيه، اشفع لنا عند ربك أن يقضي بيننا. فيقول آدم عليه الصلاة والسلام وهل أخرجكم من الجنة غيري، نفسي نفسي اذهبوا إلى نوح، أول رسول أرسله الله إلى الأرض. فيذهبون إلى نوح فيقول يا نوح أنت أول رسول أرسلك الله إلى الأرض، اشفع أما ترى ما نحن فيه، اشفع لنا عند ربك، يعني في أن يقضي بيننا. فيقول نوح عليه الصلاة والسلام إني دعوت على قومي، لما قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، قال إني دعوت على قومي، نفسي نفسي اذهبوا إلى إبراهيم خليل الله. فيذهبون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيقول يا إبراهيم أنت خليل الله، أما ترى ما نحن فيه، اشفع لنا عند ربك. فيقول إني كذبت 3 كذبات، نفسي نفسي اذهبوا إلى موسى كليم الله أو كليم الله. فيذهبون إلى موسى صلوات ربي وسلامه عليه فيقول يا موسى أنت كليم الله، أما ترى ما نحن فيه، اشفع لنا عند ربك. فيقول موسى إني قتلت نفسا، نفسي نفسي اذهبوا إلى عيسى. فيذهبون إلى عيسى فيقول يا عيسى أنت كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه، أما ترى ما نحن فيه، اشفع لنا عند ربك. فيقول لست لها لست لها، نفسي نفسي اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيذهبون إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول يا محمد أما ترى ما نحن فيه، اشفع لنا عند ربك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها أنا لها أنا لها. وهذه هي التي نقولها كل يوم بعد الأذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. الوسيلة هي الشفاعة هذه، والفضيلة هي كذلك، وهي المقام المحمود، يعني كل هذه مترادفات، الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود هذا. فيقول أنا لها أنا لها. يقول فأسجد تحت عرش الرحمن فأحمد الله بمحامد أعرفها ثم يلهمني الله محامد لا أعرفها، وأستأذن الله بالشفاعة، قال فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذا هو الإذن. إذن ما أحد يشفع حتى يأذن الله تبارك وتعالى بهذه الشفاعة. نعم، إذن النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن ربه يقول حتى يؤذن لي، فإذا أذن له وقيل له سل تعطى واشفع تشفع بدأ يشفع صلى الله عليه وسلم، ثم يشفع الأنبياء، ثم يشفع المؤمنون وتشفع الملائكة، لكن يبدأها محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله تبارك وتعالى أن يشفعنا جميعا فيه صلوات ربي وسلامه عليهم.